السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاريان، عواشكم مبروكه، كي دايرين؟ الصحه الحمد لله. اليوم غادي نجيب لكم فيديو اخر ان شاء الله، حيت الطبيب غادي مريضه شي شويه، واليوم ان شاء الله غادي ندير الطبيب بحول الله باش تتابعونا، حيت اي حاجه كنديروها غادي نوريها لكم ان شاء الله عز وجل. راجلها كتحرقها بزاف، واليوم اضطريت ندير الطبيب ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وعلى خير. واشلكم بروكات عيدو باش نتي بالصحه والسعاده تبارك الله. اليوم خوتي راك باش كنت عليكم رجلي نفخات وراني مريضه، ما هذا الشهر هذا ما طال وانتم انا خوتي اليوم معايا وانتم معايا ان شاء الله. كيدايرين؟ بخير هاليوم. خلصنا العياده، مشينا العياده اخرى ولقيناه ساد، وليت عاوتاني مشيت كنقلب واحد الفورماسيه نصبك من هنا، مشيت كنقلب على المهم الطاكسيات هو اللي وراني عطيت واحد الدكتور، قالوا لي راه واحد الدكتور كيقولوا له كسمية يديروا هذو الحجاجي، وواحد من الطاكسي تصاب كيعرف هذا الحجاجي وجابني حتى لعندو، وانا عيطت قلت له مسكين سد العياده وعيطت له وهو رجع عندنا الله يكثر عليه الخير، شكرا ليه بزاف، الله يرافيه رجل طيب ان شاء الله بعون الله. والزوجه ديالي معايا راه عيانه شي شويه، داك الشيء علاش انا ما بغيتش احنا بعادين نوليو عاد نرجعوا، وداك الشيء علاش قلنا نضطروا اليوم ان شاء الله، وتابعونا داك الشيء اللي عندنا حنا كنوريو لخوتنا، وانتم معنا ان شاء الله حتى ندوزو ان شاء الله. انتما حنا قاعدين كنتسناو في العياده، الدكتور مشى مسكين وعيطنا له وخصو يطيح قاعده في الدرج مسكين. راه مريض اخوتي، تحياتي للمشاهدين داخل الوطن وخارج. انتما المشاهدين، دابا هي البويضه دخلت مسكينه هي دوز لها يدير لها التحاليل، الطبيب ما بغاش قال لك ماشي ممكن تصور ما بغاش. دابا انتما المشاهدين هذا دخلها مسكينه يدوز لها، تابعونا ان شاء الله المشاهدين ديالنا العزيز. هاي الطفينيه انتما كتشوف مريضة مسكينة، والله الشفاء مسكينة نعسة راك كيدوز لها الدكتور ديك الساعة تعاد ان شاء الله. شوف حنا دابا حنا خرجنا غادي نديرو غير الطاكسي، بعدا الطاكسيات بعدا لنا شوية الطبيب مع الصيام دابا وداك الشيء ما كتبقى لا طاكسيات لا معنا ان شاء الله. ودابا حنا غاديين في حالتنا ان شاء الله، شدينا الطاكسي وغادي نمشيو. دابا حنا خدنا شارع الحسن التاني في حالتنا ان شاء الله. اختي الطايف الله ها هي السي العربي طلع عيانة شي شوية، نعطيهم مع الشيف ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خوتنا الحباب كي دايرين لاباس؟ المهم حنا نوريكم عاوتاني، حنا يلاه وصلنا دابا الحمد لله، حنا عيينا شي شوية راكم عارفين مع الصيام وتعبنا شي شوية، دار معنا مشينا للطبيب الاول ولقينا ما كيخدمش السبت، وجابنا الله الطبيب احسن الحمد لله، واحد الطبيب الله عمرها دار حتى هو، جات الطاكسي هزتنا مشيت كنقلب انا على مول الطاكسي هو اللي وراني الطبيب، والله ما عارف الطبيب كاع، وقلت الله يرحم والديك هاد الدكتور هذا سميتو اسلام الحجاجي، الحجاجي عبد السلام، واحد ما شاء الله الله عمرها دار طبيب مخير. وصلت لقيت التليفون ديالو معلق في الباب، عيطت له مسكين قال لي نجيك، حنا من العربيه بعدين شي شويه في العربيه الله يجزيك بخير، قال لي انا غادي نجي عندك، وجا مسكين يلاه لقيناه سد ومشى وجا لعندنا ودوزنا داكشي زعما زويون لمولاة الدار وداكشي، والحمد لله راه درنا لها الراديون ها هو فينا هو، حنا كلشي كنشاركوه مع خوتنا. هذا هو الراديون، هو هذا هو الراديو ديالها ديال رجلها الحمد لله. المهم قال لها عظم مزيان، ولكن قال لها كاين واحد شويه ديال داكشي ديال المفاصل باش رجلها ما كتبركيش،
الا كانت شويه العمليه الاولى كانت عندك شويه فيها شويه ديال الديفو، ولكن الحمد لله شي قصر الله. هذا 14 عام ولا 15 عام باش درنا العمليه. هذه الورقه عطاها لي ديال التحاليل، ندير تحليلات ثلاثه ديال التحاليل، وحده على الغده الدرقيه ديال هنا، وحده غده درقيه كتعرفي كتكون في الكلاوي، هادو كيديروا السمنه يلا واش تشوف واش كيديروا، هما اللي كيديروا السمنه. وحده ديال السكر يلا شوف واش عندك السكر ولا ما عندكش، حيت عمرها ما درنا شي تحليلات. وهذه هذه ديال الدواء، هذه هي ديال الدواء، وهذه ديال الدواء، ها هي نتاع الدواء. هذه كاينه وهذه كاينه وهذه كاينه حتى هي وهذه كاينه، اربعه د الكاينات عطاها. وهادشي اللي عندنا هو هذا خوتنا، حنا بغينا لكم وسبحان الله كنشاركوا معكم يعني الافراح ديالنا والاحزان ديالنا كلنا، كان المشاكل ديالنا كلها كنشاركوها مع المشاهد ديالنا، بحيث المشاهد ديالنا غالي علينا وخصنا نوريوه دائما الوجه ديالنا الحقيقي، كيفاش كنعيشوا، كيفاش ظروفنا، واش رحنا صحاح، واش رحنا مرادين. وهذا من الحميدين الشاكرين، شكرا لكم وعواشركم مبروكه، وشكرا لكم بزاف. قال اختي وانتم اخوتي المشاهدين العزاز الغاليين، هانتم كتشوفوا اللي كتب الله، بغيتك قال هذا ما شكيت عليك، بغيت تنموت الحريق، بغيت تقطع لي رجلي تنقول ما نصبح شي، ما شكيت عليكم اخوتي المشاهدين، سمحوا لي الصوت راه هذا هو الجهد، راني قال هذا مريضة، سمحوا لي اخوتي المشاهدين. وهادشي اللي كتب الله الحمد لله، اللي جات من عند الله حامده وشكرها. وديو معايا اخوتي المشاهدين يشافينا الله الوليدات، واللي مريض الله يشافيه. تحية لمي وليدة كيزيدي شوية. السلام عليكم المشاهدين، ودابا انا جيت عند بنتي نشوفها، والله يشافيها امين، والله يشافي كل مريض امين، خوتنا كاملين الجميع امين، الله يشافي الجميع. واشكم مبروكه صحه والسلامه انتم وليداتكم وانتم اخوتكم ووالديكم، وشكرا. ودير اختي بنتي جيم جيم، الله يجازيكم بخير وعاونوها. الله يحفظكم الله. وهذا واحد حبابنا، وشكرا لكم بزاف، وسمحوا لنا يعني على مشاكلنا كنوريوها لكم كامله، وعليكم الدعوات دعوا لي مع الزوجه ديالي ان شاء الله يشافيها لرب العالمين. آه مسكينه مريضه، نطلب الله تعالى يشافي جميع مرضى المسلمين جميعا بالدعاء ان شاء الله، ما تبخلوش علينا، والله يشافي كل مريض ان شاء الله عز وجل. وهذا اللي كنتمناو لكل واحد، تكون ان شاء الله في الصحه الجيده ان شاء الله عز وجل، ورزقكم ان شاء الله الافراح وكل شيء ان شاء الله عز وجل. كيفاش كتبكي انت دابا؟ دغيا هي كتاثر، دغيا كتنط تبكي. او سمحوا لنا، وهادشي اللي غادي نقول لكم، شكرا لكم بزاف. والاختي الطاهية شويه مولتي، لاباس الحمد لله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وهادشي اللي كاين هو هذا، المهم تما الله يفاجي عليها بصحة حتى، الله يشافيها، الله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع. المشاهد كيبغيك تفرحي، بغيتي تضحكي شويه، خصك شي تبكي. وشكرا لكم بزاف خوتنا، وعشركم مبروكة، وعش على المشاهد ديالك باش ما تخليش شي كيبقى يقول لك علاش كتبكي. وعشركم مبروكة، وتعيدوا باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحة والسلامة نتوما وليداتكم، وباش ما تمنيتوا خوتي المشاهدين الله يجازيكم بخير. سمحوا لي لا جعشتكم، سمحوا لي راه قلبي كيقال هذا، الله سمحوا لي خوتي. وتحية لكم الأحباب، وشكرا لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن على الوقوف ديالهم معنا، خوتنا الجزائريين، خوتنا العرب كاملين، تحية لكم الدول العربية كلها، المسلمين كاملين، عواشكم مبروكة، والله يشفي كل مريض، نطلب الله عز وجل يرفع لنا هذا البلاء يا رب العالمين، حتى نفرحوا جميعا إن شاء الله عز وجل. وأنا ديال العمارة ديال الدار ديالي إلا خطاتني غيخطاني كل شيء. شكرا لكم، الله يخليك ليا، الله يخليها ليا يا رب. وخلي لكم كامل الازواج ديالكم، وشكرا لكم بزاف، تحيه لكم، السلام عليكم ورحمه الله.